قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. دقيقة، يلا السلام عليكم. ألو 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 مين؟ بناخذكم كلكم. ألو السلام عليكم. من أنت؟ معك مطعم نبيع شاورما. ايش تبي تكلم ولدي؟ ايش تبي؟ شاورما يا جماعة. دقيقة بس دقيقة. السلام عليكم. ألو ركزوا بس، واحد يكلمني عشان نقدر نكلمه. تكلم ولدي، ايش عندك أنت؟ هلا يا أبوي، يا هلا، مساك الله بالخير. احنا برنامج ولد كل متصل. ولدك هو اللي متصل عليه. لا والله ما اتصل، الرقم ما هو اللي اتصل عليه. حنا اتصلنا عليه؟ اي نعم. لا غلطان يا ابوي، الله يرضى عليك ويعطيك العافية. ايش الكلام هذا يا جماعة؟ ما يصير يا أخي. آسف. ايش اللعب الفاضي هذا؟ وش مطعم طيب عندكم؟ مين هذا؟ أنتوا طيب دقيقة. شباب رتبوا لنا بس. كفو إلا قدها، كفو إلا قدها، كفو إلا قدها من ورقتنا الرابحة. شكرا لك العافية، قطع الاتصال. جهاد يعطيك العافية. سعد الرحمن يعافيك ربي. جهاد حبيبي الله يرضى عليك. انا عارف بس قلت ايوه حبيبي. عارف بنفسك جهاد بناوي؟ لا حول ولا قوة. انت طيب خلاص يا ابوي، عارفينك الله يرضى عليك. يا جماعة سليمان، عبد الله النقي، اصل قحطاني، خيال الهويدي. واضح انهم مطولين يا جماعة، شكرا لكم العافية. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم. يلا هذه اثار الشاورما اللي جالسين يطبخونها قبل شوي وعاجين الاستوديو. يلا علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.